أطلقت دار الوثائق في إمارة الشارقة مبادرة مجتمعية بعنوان هنا التاريخ، وتهدف هذه المبادرة لإبراز المعالم التاريخية لإمارة الشارقة. والهدف من هذه المبادرة الحفظ والتركيز على النهضة الحضارية والعمرانية للإمارة. وشهدت الجولة المشاركة من الكثير من فئات المجتمع، وكانت عبارة عن مشاركة 30 مصور محترف. وانطلقت هذه الجولة من البلدة القديمة بالحيرة، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل 1700 عام، ومسجد العقروبي، والذي يتميز بطابعه وشكله التاريخي، والذي تم بناه في عام 1904. واختتمت هذه الجولة في السوق المركزي، والذي تم إنجازه في عام 1978. وتعكس هذه المبادرة التزام الدار بحفظ الموروث التاريخي والمشاركة المجتمعية، ولحفظ هذا التاريخ للأجيال القادمة.